جدا في القضاء ومجابهة معظم عمليات التهريب، لأنه التجربة أثبتت لنا إن إحنا شفنا صور وأشكال للتهرب الجمركي سواء للبضائع الممنوعة أو للأسلحة أو للنشاطات والترندور والحاجات دي كلها وقايمة والمدارس العسكرية وكل السلع اللي ممكن تضر أو تأتي بممارسات تضر بلدنا سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب الأمني. الحقيقة صورة التهرب الجمركي اللي شفناها السنة دي أعتقد إنه من الصعب في المكان إنها الدولة تمر فيها بالفعل. والدليل على كلامي إنه لما جه أمين عام مؤسسات الجمارك العالمية وده الراجل رقم واحد في العالم في عالم الجمارك وورينا له بعض صور التهرب الجمركي اللي شفناها الحقيقة الراجل يعني انبهر وقال لي لا أنتوا تجربتوا لازم العالم كله يستفيد بيها. يعني أنا فاكر إن مرة الحكاية اللي رحنا في مؤسسة الجمارك العالمية إن الكيلو الربع هرمين بيتحط على قميص واتظبط الجمارك التركية ظبطته والقطار بيتحرك من تقريبا إسبانيا يتجه نحو تركيا. فالجمارك التركية ظبطت القميص ده وعملت له فصل كروماتوجرافي وطلع بالفعل كيلو الربع أو 750 جرام بودرة هرمين في القميص. كنا بنستغرب الكلام ده كله، الحقيقة احنا ظهرنا حاجات كتير جدا أعتقد على نفس الشكل وعلى نفس الأسلوب من التهرب الجمركي، والحقيقة زملائنا في كل الأجهزة الإسرائيلية استطاعوا بفضل الله إنهم يقدروا يكتشفوا مثل هذه تجري بالمخدرات تجري بالبودرة تحديدا والبنجوت وكل السلع اللي أقرت بعدد ليس بقليل من المواطنين المصريين سواء كان على مستوى العمالة المصرية كلنا بمرحلة هذا أو على مستوى الشباب بالجامعة وصبية المدارس. فأعتقد أن الملف الإعلامي ملف التهريب ده كان من يعني أهم من الأولويات اللي كنت مركز فيها جدا، وحقيقة زملائنا في الجمارك كلهم ساعدونا وأعتقد النهاردة بيمر الشيوم على الجمارك المصرية لما بتضبط من 10 ل 15 ل 20 محضر تهرب جمركي مفيش تعب تمر لما بنلاقي قضية بنتبلغ بيها مباشرة. آخرهم لسه الفجر النهاردة قضية اثنين طن بانجو متخبية في الفرنطاس بتاع الشقة اللي هي تحليل المية للشرب لإخواننا في بورسعيد شعب بورسعيد. الحقيقة الفرنطاس ده يمكن عدى على عدة كمائن عشان يتظبط وما يتظبطش، وبفضل الله لما دخل المنفذ الجمركي إخواننا المباحث مع زملائنا من الجمارك عرفوا يوصلوا إلى 2 طن كاملين في قلب الفرنطاس برضه. فملف التهريب ملف كان اخطر ملف تقريبا ما كانش واخد الاهتمام الكافي من رجال الجمارك خلال السنوات الماضيه، وهو كان على اولى على اهم اولوياتنا في مجابهته. الملف الثاني الحقيقه كان ملف الاسرائيل اجهزه الفحص الاشعه. والملف اجهزه الفحص الاشعه زي ما كلنا عارفين هي ليها اكثر من شق، الشق الاولاني هو احكام اكثر من الرقابه الجمركيه، يعني بدل ما حاجه ممكن تعدي ومش شايفينها مستخبيه جوه الحاويه او جوه الكونتينر او جوه الباليت، لا الاكسيري بيعمل فلتره كامله للصوره، والاجهزه اللي احنا بنتكلم عليها اجهزه حديثه جدا ومتنوعه. فرقم واحد للإكسراي الرقابة، رقم اثنين لتسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات بالشكل اللي أنا ما أقعدش أعد كل الحاوية أو أتأكد من إن الحاوية بالكامل هي مطابقة للمستندات المقدمة. وبالتالي ملف الإكسراي ده ملف كان واقف من 6 7 سنين وما كانش حد عايز ياخد أي تحرك بشأنه، والحمد لله خلصناه وأنهيناه. وأول 6 أجهزة اللي هما الهاند هيلد وصلوا بالفعل من قارة البضايع، ودول الكشف عن المفرقعات والكشف عن المخدرات.